وين هذني؟ هاي بنزيلو غاز. هاي دار. هسه ليان خلنا نوقف مكان ذبوها. الدار العسكري هذا ما. جت البسوقان وبطلت كسرت على ذي طلعت تقاعد. يو يو بو هاي الطيارة واحد يشوفها ايش قدوتها. يو هاي بويا فليح شايف هذا الصالنسات مالتها شلون مسويها بالصناعة مال بياع مضبوطة يعني لا تعطى لا ترجع. شوف 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 هاي محرك هاي محرك وجير محورات تحور ابو الديزاين والله مسار هي ما يدري ابوك شلون مقطعهن ذني مقطعهن الطيارات هذا من القديمات صاعدين بيهن الجهال. هاي تعليق يمكن هاي مشارك كاتب الحرب خطب يلا جيب لنا ميه معاك دور 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 هاي تحف عمي والله العظيم هاي شاركن بالحرب العالمية يمكن لأن الطيارات القديمات مال الحرب العالمية عرفين بعدها بحد هسه بكريسة محورين بس بيها محورة حاطين لها محرك مال الشبح هذا البرامس هذا معروف بالعراق شهر تنار على علم هاي العالم كلها طيب الله شوف الناس ذنيتها الحربيات تعالى لأن كلها بالحرب العالمية ذنيتها تانا سوخن بحرب العالمية قصاص يعني وعندو اشك رهيئتي ها حيدر الله يسهله وهو انصعد هذا السلاح الحدث الطبيعي مالك بابا هاي شان السبب الله القشر مالتها شلون ما بيها ولا طاش مسدسات واشياء شوف انت هاي بعدها نقرس هذا المهيب هذا المهيب هذا شنو هاي صار الطيار يبقى كاتلة الشمس بس يحطوا له خيمة شيء هذا البشي حتى مقدمة بيها بيها شو اسمه انا يقول لك تصمت جد جد اللي يحكيها بس ان شاء الله مثلنا مو راح ابو على كل شيء مالت هاي مال الصدر يمكن قاعد بي هسه انا قاعد هنا واطير لا وحق فلحة طايرها طلع مال تريلا انا عبا سعرها صغير بو هاي البنك نايلون هاي محوريه بالصناعة شوف هذا التاير اعلى من عندي لو منفوخ رسالة الى فلاي بغداد عمي فلاي بغداد طيارة موديل
ستة للهجرة ابو على النظافة تلاقي بغداد تطير وتنزل والله بها عطر الطيار قالهم توصل توصل ماكو شغلات يم الموضوع فرج هاي والله خلينا نشوف هاي الاف 55 ظلوا هنا يلا يلا الله يا بغداد بعض وقف شو يسوون افتح صوتك افتح صوتك افتح صوتك كلها قديمة هلا شوف اذا يراد لها حدادية وما صدر شي يبدلكم اياه جات وعين طيارات جات استعرضين هذا هنا طيار يقول يسألون إذا تريدون تعرفون الموديل قد محركها قد تصرف غاز بعدني شنو أبشطين هذا الصاروخ الذكي يصيحوا له سبونج بوب شوفوا أنا هذا الصاروخ هذا شنو هذا not for flying هذا مور الطيران أكيد عليه جاهز هذا خيام محترقة بدينه شوف الجندية قاعدة يمه